موجودين في كلية الدفاع المدني في ريحة لإجراء تجربة على أسطوانة غاز جديدة تم استيرادها من أوروبا. هاي الجرة مكون من فايبر كلاس، مكون من ثلاث طبقات، لها عدة مزايا من ضمنها التجربة اللي حصلت اليوم، من ضمنها اللي هي لا تشكل خطر على المواطن داخل البيت أو خارج البيت أو بأي مكان موجودة. هذه الجرة لا تشكل خطر، فقط دي خطر الاشتعال إذا حصل حريق لا سمح الله في أحد المنازل أو أحد الشقق. ففي حال إنه حصل حريق فالجرة لا تنفجر ولا تؤثر أي ضرر على البيت نهائيا ولا على الموجودين في البيت، وبقدر طواقم الإنقاذ تدخل للبيت تطفي البيت وهي لسه ما يحدثش في تسرب الغاز منها. فالجرة موجودة حاليا بالأسواق، يعني صارت نروحها في الأسواق قريبا. طبعا حضر في التجربة المواصفات والمقاييس وهيئة البترول والدفاع المدني مشكورين جدا في تبنيهم هذه التجربة. ففي الفترة الجاي سنكون في السوق بالجرة ونطمن المستهلك الفلسطيني انه وجود اليوم انبوبة غاز داخل بيتك امان، وتنام وانت مرتاح وتطلع من البيت وانت مرتاح لا يحدث اي انفجار في الجرة. الجرة الوزنها فارغة 5 كيلو تفرق 60% عن الجرة التقليدية الحديدية، 60% أخف، ممتلئة 17 كيلو، أي تطلع 5 طبقات وانت حاملها تنتين تقدر تحمل أي جرة الحديد 30 كيلو بتوقع وزنها ممتلئة. الكمية الغاز الموجودة فيها 12 كيلو نفس الجرة الحديد، والإضافة ل 12 كيلو شفافة جرتنا لإيش؟ انه مرات الجره الحديد تخلص الجره بس بيكون بشكل زيوت من قدمها، والحديد بجمع الزيوت بيختلف عن الالياف الضوئيه، فبتصير بدها بدل ما تستوعب 10 12 كيلو بتستوعب 10، وكل ما تمشي سنه بتقل. انت كمستهلك ما بتشعر في الاغرامات اللي بتصير جوا جره الحديد، اغرام على اغرام، زيت على زيت على زيت على زيت، بتصير تعبيها في الاخير اخر فتره حياتها 6 كيلو 7 كيلو وفعليا بتدفع سعر 12 كيلو. اما جرتنا للليمت لاخر الجره، وقبل ما تطلع من البيت تطمن على الجرة انها فرغت ولا لسه فيها غاز، يعني ما بتقطعك الجرة بشكل مفاجئ. ما بتشكل خطر نهائيا، اذا اشتعلت داخل البيت يعني فرصة الدفاع المدني لحد 2 دقيقة أو 32 دقيقة ممكن يوصل البيت وطفي الحريق قبل ما توصل الحريق للجرة أو قبل ما تتآكل الجرة. كما شفتوا هلأ بالحريق الجرة ظلت كما هي واقفة كما هي، ما صار فيها أي شيء ولا انفجارات. هاي بيكون فيها بلف أمان تتسرب منه الغاز في حالة أنه ما حدش وصل طواقم إنقاذ للبيت بشكل مشتعل بشكل كامل، مصلوش للبيت، فإنه في بلف أمان بفلت بينحرك الغاز، البيت مولع، الثلاجة مولعة، غرفة النوم مولعة، كل شيء مولع، بتبقى جرة الغاز. جرة الغاز أكتر إيش تتحمل، جرة الغاز أمان غاز تتحمل أكتر جرة تتحمل داخل البيت لحد 32 دقيقة، يعني الثلاجة احتمال تنحرك بعد 7 دقائق، احتمال التلفزيون ينحرك بعد 4 دقائق. جرة الغاز أمان غاز المكون من الفايبر تتحمل 32 دقيقة، يعني ممكن الدفاع المدني يدخل على البيت وطول الجرة ويطلع أو سكرها، أو حتى لو ما سكرهاش وطفى البيت وهي موجودة بضل زي ما هي. كما نطمن للمواطن الفلسطيني أو المستهلك الفلسطيني إن مدة الجرة تختلف عن التقليدية، مدة الجرة أو الاسطوانة الغاز اللي معروفة بالسوق اللي هي التقليدية الحديد بدهم من 10 ل 15 سنة حسب المواصف الفلسطينية حسب البلد المستورد المصدرة للجرة. جرة أمان غاز تدوم 1000 عام من التعبئة ولا تتآكل ولا تتشكل داخلها زيوت اللي بتتشكل بداخل الجرة الحديد.